اهلا بكم مشاهدي صدى البلد. في تغطيه جديده هنتكلم عن تفاصيل شهادات الاستثمار الادخاريه لشريحه المليونيرات اللي بتقدمها البنوك، وهنوضح مميزاتها، وكمان هنستعرض لحضراتكم اخر تحديث لسعر الذهب والدولار. تابعونا. تجذب البنوك المواطنين بطرح شهادات ادخار مجزيه لهم ذات عائد ثابت شهري او سنويه، والتي تعود بالنفع عليهم وعلى البنوك ايضا. وقد طرحت 3 بنوك شهادة المليونيرات، والتي تستهدف جذب شريحة المليونيرات بتقديم عائد ثابت بدورية شهرية أو سنوية لصرفه، ومن خلال رفع سعر الفائدة على الشهادات بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة خلال شهر مايو الماضي. أما عن المزايا التي تتاحها البنوك الثلاثة على الشهادات المخصصة لشريحة المليونيرات، فمنها الاقتراض بضمانها أو إصدار كارت ائتمان للمشتريات. كمان يمكن للعميل كسر شهادة قبل انتهاء أجلها بشرط مرور 6 شهور على شرائها. وعن البنوك التي تتيح شهادات المليونيرات، فهي بنك التعمير والإسكان، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك SAIB، وبنك التعمير والإسكان يقدم شهادة رويال الثلاثية بسعر فائدة 14.25% على أن يصرف هذا العائد سنويا، وأن يكون الحد الأدنى لشراء الشهادة 1,000,000 جنيه. أما البنك الأهلي الكويتي فيقدم شهادة ثلاثية أيضا بسعر فائدة 14%، ويصرف العائد سنويا على أن يكون الحد الأدنى لشراء الشهادة 1,000,000 جنيه. أيضا بنك SAIB يقدم شهادة ثلاثية المتميز بسعر فائدة 14% بحد أدنى لشراء الشهادة 1,000,000 جنيه، ويصرف العائد سنويا. يذكر أن البنك المركزي كان قد رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسية النقدية 21 مارس الماضي بنسبة 1%، تم رفعها مرة أخرى بنسبة 2% في 19 مايو لتصل إلى 11.25% للإيداع و 12.25% للإقراض. ونستكمل تغطيتنا الاقتصادية بمعرفة سعر الذهب والدولار اليوم الأربعاء. فعن سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم، فبلغ في البنك المركزي المصري 19.18 جنيه للشراء مقابل 19.29 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنوك المصرف المتحد والعربي الأفريقي الدولي وبلوم وقناة السويس والمشرق والكويت الوطني 19.21 جنيه للشراء مقابل 19.27 جنيه للبيع. وبلغ في بنوك الأهلي المتحد والتجاري الدولي والعقاري المصري العربي 9.21 جنيه للشراء مقابل 19.27 جنيه للبيع. وبلغ سعره في مصرف أبوظبي الإسلامي وفي بنك مصر إيران للتنمية 19.24 جنيه للشراء مقابل 19.27 جنيه للبيع. وعن سعر الدولار في بنكي كريدي أجريكول وقطر الوطني، فبلغ 19.20 جنيه للشراء مقابل 19.27 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 19.16 جنيه للشراء مقابل 19.26 جنيه للبيع. وفي بنك الأسكندرية 18.21 جنيه للشراء مقابل 19.27 جنيه للبيع. وفي بنك فيصل الإسلامي 19.19 جنيه للشراء مقابل 19.27 جنيه للبيع. وفي بنك مصر 19.18 جنيه للشراء مقابل 19.24 جنيه للبيع. وفي البنك الأهلي المصري 19.19 جنيه للشراء مقابل 19.25 جنيه للبيع. أما عن سعر الذهب اليوم الأربعاء، فقد شهد انخفاضا في البيع والشراء، ويقدر الانخفاض في أسعار الذهب بحوالي 1 جنيه للجرام على مستوى جميع الأعيرة، وفقا لآخر تحديث نشر موقع إيجيبت جولد برايس توداي لأسعار الذهب. فسجل سعر الذهب عيار 21,100 جنيه للبيع و1,106 جنيه للشراء، وبلغ سعر عيار 24,258 جنيه للبيع و1,265 جنيه للشراء. ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى حوالي 943 جنيه للبيع و948 جنيه للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار
733 جنيه للبيع و737 جنيه للشراء، ووصل سعر الجنيه الذهب ل 8800 جنيه للبيع و 8884 جنيه للشراء، وأوقية الذهب حوالي 39,067 جنيه للشراء، 39,310 جنيه للبيع. وعن سعر مصنعية الذهب والدمغة، فتختلف في مصر من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى محافظة أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب. وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن 31.1 جرام كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب. وقد كشف التقرير المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات عن ارتفاع صادرات مصر من الذهب والحلى والأحجار الكريمة خلال الأربعة أشهر الأولى يناير إبريل 2022 بنسبة 99%، لتسجل 693 مليون دولار في مقابل 348 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021. وبكده تكون انتهت تغطيتنا. بشكر حضراتكم وإلى اللقاء.